قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب والقليل من الدرس للقران مع الفكر فيه وتدبره احب الي من قراءه الكثير من القران بغير تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القران يدل على ذلك والسنه وقول ائمه المسلمين انتهى كلام الامام الاجري رحمه الله ندعوكم لحضور مجالس التدبر القرانيه في كل يوم لمده نصف ساعه عدا يوم الجمعه ليرق قلبك من تدبر ايه حتى تزول جوامد الاقفال المجلس الاول الساعه الخامسه مساء والمجلس الثاني الساعه العاشره مساء بتوقيت مكه المكرمه كل مجلس مستقل عن الاخر على قناة المجالس القرآنية في تليجرام